من مسألة لهم قراءة أخرى، يرفضون التراث، عندهم إسلام حداثي وغيره، إنما هذه زخارف يعني. فإذا نظرت إلى حقيقة أقوالهم وحقيقة أطروحاتهم، وإنما وجدتها هي العلمانية التي ترفض الإسلام، ولا يقبلون بأي قراءة إسلامية مهما كانت معتدلة. يعني الإخوان المسلمين هم يصنفون على أساس أنهم من المتطرفين؟ أبدا، بلاش. الغنوشي في تونس، هل الغنوشي في تونس من المتطرفين الإسلاميين؟ أبدا، إنه على أقصى يسار الاعتدال، وكثير من الإسلاميون يصفونه بالمميع والمتساهل والمتنازل العلمانيين. ماذا فعل الغنوشي في تونس؟ إلا أنهم لم يرضوا أصلا بأن يكون أيضا على رأس الحكومة، وظلوا يضغطون عليه حتى تنازل عن الحكومة، وهو أتى برأي الشعب وبانتخاب الشعب. ثم واصلوا الضغط حتى منعوه أن يصوت في الانتخابات الرئاسية، لا يعلن دعمه للمنصف المرزوقي وهو يساري وليس بإسلامي. العلمانيون لا يقبلون أخف القراءات الإسلامية مهما كانت، حتى هذه القراءات الإسلامية وإن خالفت أصول الإسلام وأسسه. هم فعلا بالفعل يكرهون مسألة الإسلام من أصله. نعم،